تمكنت الفرقة الإقليمية الدرك الوطني لافونتون كتيبة الجزائر من معالجة قضية خاصة بتكوين جمعية أشرار النصب والاحتيال، الشروع في تزوير أوراق نقدية عملة أجنبية ضمن جماعة إجرامية منظمة. القضية تم معالجتها بناء على معلومات واردة مفادها تردد شخص مشبوه إلى حي لافونتون خاصة في الفترات الليلية. على إثر ذلك تم ترصد المعني وتوقيفه، أين تبين أنه شخص مبحوث عنه تبعا لأوامر عدلية ومسبوق قضائيا. عند توقيف المعني ضبط بحوزته رزمة من الأوراق الخضراء تقدر ب 56 ورقة مهيئة للتزوير إلى عملة أجنبية. بعد التعمق في التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيه الثاني وحجز 56 رزمة من أوراق خضراء اللون ملفوفة بورق شفاف مقوى مهيئة للتزوير إلى عملة ورقية أجنبية مبلغ مالي يقدر ب 161 ألف دينار جزائري. للعلم المتورطون يتعاملون مع رعايا أفارقة، سوف يتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.